طبعاً لما الإرادة تكون موجودة الواحد بلاقي طريقه، طبعاً إن الظروف لا أمته، مثل ما بقوله بالإنجليزي when there is a will there is a way. الحمد لله نجحنا وكانت الإرادة قوية يمكن أكثر من ما لازم. إنها لمصادفة عظيمة أن يولد الإنسان على سنة القيم يحملها معه أينما حل، حتى تغدو من أثمن الممتلكات لديه، سيما إذا ترافقت هذه المبادئ مع إرادة قوية في النجاح والوصول مهما بلغت التحديات. سعيد خوري وحسيب صباغ اسمان طالما ارتبطا على مدى 50 عاماً بشهرة واسعة في عالم الأعمال، بدأت ربما بعمل جدي حتى غدت إمبراطورية أعمال عالمية. شركة اتحاد المقاولين CCC هي تلك الإمبراطورية، جذورها في أرض صفد حيث تراب الأجداد، وتراثها بين أيادي مؤسسيها أمانة للأبناء يتمسكون بها تمسكهم بالقيم التي نشأوا عليها. هي قصة نجاح ترويها مساحة الإنجازات حيث يضيق عليها بعض الكلام. عام 1860 وإثر الحرب الأهلية في جبل لبنان، ذلك الجزء من الإمبراطورية العثمانية، كانت مرتا خوري وابنها أسعد ابن السنوات الخمس قد قطعا مسافة 50 كيلومترا سيرا على الأقدام هربا من مذبحة في بلدتهما حاصبية قتل فيها زوج مرتا قبيل هربهما. مرتا وأسعد استقرا في صفد في فلسطين، حيث تزوج أسعد فتاة من عائلة حداد ورزق وزوجته بخمسة أبناء وابنتين. ابنهما الثاني توفيق أصبح فيما بعد والد سعيد خوري، وابنتهما فدوك أصبحت والدة حسيب صباغ. وهكذا فحسيب المولود سنة 1920 هو ابن عمة سعيد المولود سنة 1923. نشأ سعيد خوري وحسيب صباغ في صفد في عائلة زرعت فيها القيم والمبادئ الإنسانية التي احتفظا بها طيلة حياتهما. فتوفيق خوري كان مثالاً يحتذى لابنه سعيد ولابن شقيقته حسيب في طفولتهما كما في مرحلة شبابهما، فاستطاعا العيش في مجتمع متعدد مع الحفاظ على خصوصية طبعت سيرة حياتهما. فاللي بحب أقوله أنه طفولتنا وأثناء دراستنا كانت لذيذة، وجودنا مع بعض أوجد بيناتنا نوع من المحبة
ما بعرف عادة لما بكونوا ناس سوا وبكمية ولاد عموم أخوتي أخوة بصير غيري. إحنا ما كان منه هذا، يمكن تأثير أبياتنا. أبياتنا كانت شخصيتهم كلهم قوية، خصوصي أبوي أنا بالذات مفرض رأيه على الكل ومفرض إنه هو بيخدم الناس، أنتوا لازم تفكروا في الناس مش تفكروا بنفسكم بس، وربينا على الطريقة. معرفتي في عائلة الخوري وفي عائلته منذ عام 48، حيث أن الأخ سعيد ونحن من بلد واحد من مدينة صفد، وعائلاتنا تعرف بعضها البعض، لكن من سوء الحظ لم نكن في ذلك الوقت نعرفه، إنما تعرفت عليه في السبعينات وبدأت علاقة وصداقة حميمية منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا. أما عمل العائلة آنذاك فكان قد أسسه أسعد الجد على قاعدة اقتصادية متينة، إذ اشترى تدريجياً قطعاً كبيرة من الأرض الزراعية وأخذ يتاجر بإنتاجها، كما استطاع الحصول على حقوق صيد في بحيرة الحولة ثم بحيرة طبرية. أما أولاده فقد طوروا هذه الأعمال إلى شركة كبيرة مزدهرة، وكان توفيق والد سعيد الملقب بملك البحيرة المحرك الأساسي لهذه الأعمال التي توزعت بين الإخوة. الوالد كان يعمل في فلسطين وكان عنده أشغال كثيرة، أهمها امتياز بحر الطبرية لصيد السمك، وكان يعتبر زعيم عشائري، حتى كانوا يسموه ملك البحيرة، ملك بحيرة الطبرية بعض الأخوة. لما لجأنا إلى لبنان اللي ضايقني كثير، مش نفسي، اللي ضايقني إنه أشوف هذا الرجل الجليل مكسور النفس مكسور الإرادة، فقررت إنه أعمل كل ما بوسعي لحتى ما أخلي يشعر إنه هو بهالوضع هذا، ومن هناك ابتدي. انتسب سعيد وحسيب كلاهما إلى كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في بيروت، وتخصصا في الهندسة المدنية. فدرس حسيب من سنة 1938 إلى سنة 1941، وسعيد من سنة 1942 إلى سنة 1946. أما مرحلة الدراسة في الجامعة الأمريكية فيتذكرها سعيد بحنين قوي إلى تلك الأيام الغابرة. كانت صفد مركز أعمال العائلة، ومنها امتدت أنشطتها ومصالحها وانتشرت في كل مكان، حيث أقيمت شبكة علاقات شاملة حيكت بعناية. إلا أن القدر كان مرة أخرى لهذه العائلة بالمرصاد، فبعد أن تركت حصبية بعد خلافات 1860 حان الوقت أن تغادر صفد. إنه العام 1948، عام النكبة والتهجير، فالكل ترك أبواب منازله مفتوحة ورحل، وترك على الجدران ألعاب الطفولة وأحلام الشباب كما ترك الآباء جنى العمر. تخلوا مكرهين عن كل شيء، حملوا قيمهم ومبادئهم ورحلوا حفاة، فالأرض لن تبخل على أهل الكرم، وأبواب المستقبل تدق بأيد من الأمل. إنه الغد آت وتبتدئ الحكاية. إلى بيروت هرب معظم أفراد العائلة، حيث استأجرت العائلة منزلاً في وقت حاول كبير العائلة توفيق البقاء على مقربة من موطنه بقدر ما تسمح ظروف القتال بذلك.
فنزح في البداية إلى دمشق، لكنه سرعان ما استقر في القنيطرة في سوريا. أمضى الوالد شيخوخته يبكي منزله المفقود وأرضه وأعماله، ويوجه نظره طويلا إلى طبرية وصفد أكثر من أي مكان آخر. من الذكريات الحلوة مثلنا مثل غيرنا، ما في شيء، تركنا كل شيء بفلسطين وطلعنا لا نملك شيء بهالدنيا. ربنا لما بده يبعث ببعث. أذكر أنه قاعدين بالبيت في عرب بدو يعني شمال فلسطين بسموهم عرب الهيب، هذول كانوا من يعني بفلسطين مشهورين بقصوتهم، وجماعة بعضهم على الطريقة القديمة بنهبوا وبسرقوا مش عارف شو. فأبوي كان بصداقة خاصة بينه وبين شيخ الهيب الكبير هذا المشهور، وحتى حكومة بريطانيا كانت ساير الوالد، لأنه لما يصير مشكلة مع الهيب ما فيش حدا بيقدر يحل لهم إياها غير هو، فكان علاقته معهم ممتازة. قاعدين بالبيت ما في شيء، ما في شيء، وإذا واحد جاي لعنا قال له بسلم عليك فلان شيخ الهيب، وعندنا حلال، كان الحلال يعني غنم خرفان كمية كبيرة عنده، قال له هذا باع الحلال تبعك وبعتقد انه انتو بحاجة، فهاي الفلوس ثمن الحلال. كان حسيب قد تمكن من أن يؤسس مع 4 مقاولين مكتباً هندسياً خاصاً في حيفا قبل الحرب، وسرعان ما أصبح المكتب الشركة الأولى التي حملت اسم شركة اتحاد المقاولين، وكانت قد حصلت على عقود عمل. لكن حرب 1948 وضعت حداً للمشاريع وللشركة معاً. غادر حسيب حيفا إلى بيروت، حيث استطاع جمع العائلة تحت سقف واحد، كما حاول أن يعيد إحياء شركته الأساسية لأعمال المقاولات، وذلك من خلال ضم قواه إلى قوى ابن خاله سعيد خوري وأحد الأصدقاء. أسس الشركاء الثلاثة شركة جديدة للمقاولات، ولكنها لم تعد عليهما بما يكفي من عقود العمل. عام 1949 حصل سعيد على أول عمل له بعد أن راح وحيداً يصارع الواقع القاسي على الأرض في الصحراء السورية، من خلال عمل اقتصر على مهمة قياس الإسمنت والحديد الصلب في محطة لتوليد الكهرباء. ليش ما اشتغلت مثل غيري ورميت حالي بالصحاري؟ كله إكراماً للوالد، لأنه هذا الرجال اللي قضى حياته بخدمة الناس، هذا الرجال اللي له احترام خاص في بلده ويعتبر كزعيم عشائري والناس بتقدره، ألاقيه مكسور خاطره ما قدرت أتحملها، فما عملت مثل غير، رميت حالي بالصحاري لأشتغل لحتى أعمل شوية فلوس بزيادة كي أبعث له شكات مفتوحة. ما بحياتي بعثت له شك في رقم معين، حتى إن ما فيش عندي أروح أدين وأحط بالبنوك لحتى أبو سعيد المرحوم يعتقد إنه ما تغير عليه شيء وقت ما بده بطول قد ما بده. عام 1950 استطاع حسيب صباغ وسعيد خوري أن يفوزا بعقد لإنشاء مطار لقليعات شمالية لبنان، بعد أن أطلقا شركة اعتبرت مؤهلة للاشتراك بالمناقصة. خلال عملهما في مشروع المطار
كان في الوقت نفسه يقدمان عرضاً يتعلق بمشروع ثانٍ. ففي سنة 1951 اقترح سليمان فرنجي أحد وجهاء شمال لبنان، والذي أصبح عام 1970 رئيساً للجمهورية اللبنانية، اقترح أن يسجلوا هم الثلاثة مع شريكين آخرين، أحدهما كامل عبد الرحمن، شركة تقوم بمد خط أنابيب لنقل النفط من العراق إلى سوريا ثم لبنان، بصفة مقاول فرعي يحصل على جزء من العمل من المقاول الأساسي وهو شركة باكتل، وقد فازت مجموعة المقاولين الخمسة بالعقد. سنة 1950 شخص كردي طيب وحافظ على الود والخدمة اسمه أبو علي الزركي من الشام، أتى إلى الوالد وعارف وضعه، قال له أنا عارف إنه سعيد بده يبتدئ عمل وأنا مش إلك، قاصد إنه ما يجرحه، أنا بدي أعطيك المبلغ 10,000 دولار، لا 10,000 ليرة لبناني بهذاك الوقت اللي هي ولا شيء، طبعا بهذاك الوقت إلى شوية قيمة، أعتقد ما كان يعني إنه يعطيها يدبر حاله فيها. فالوالد ما كان شيء يضايقه، لأنه شعر إنه لسعيد هاي لا ابتدأ عمل على بناء إنه لما أشتغل أعد له إياه، فأخذها وفعليا قال لي هاي في قدامك هي بتقدر تبتدئ بالشغل. كان إلي صديق اسمه فهمي كراكولا، مقاول ناجح هلأ هون بلبنان، وحسيب الصباغ اللي هو ابن عمتي، فنزلنا في مطار الإقلاعات ناقصة والحمد لله توفقنا فيها. ابتدأنا العمل برأس مال محدود جدا. في تلك المرحلة وبناء على توصيات من شركة نفط العراق، انضم عضوان آخران إلى مجموعة المقاولين الخمسة، وتوكيداً لوحدة الشركاء السبعة أطلقت المجموعة على نفسها اسم شركة اتحاد المقاولين CCC. وبعد إنجاز المشروع واكتمال بناء خط الأنابيب سنة 1951 وسنة 1952، أصبح حسيب صباغ وسعيد خوري وكامل عبد الرحمن مالكي الشركة الوحيدين، ونقلوا مركزها الرئيسي من حمص إلى بيروت. وشكلت هذه المرحلة بداية شركة اتحاد المقاولين الحالية. خلال عام 1952 وبينما كان سعيد لا يزال يعمل في مشروعه، استطاع شريكاه حسيب صباغ وكامل عبد الرحمن الحصول على عمل كبير يشكل نقطة تحول في تاريخ الشركة، فقد فازت باكتل بعقد لبناء مصفات كبيرة في عدن لشركة بريتش بتروليوم للنفط، ودعت شركة اتحاد المقاولين إلى أن تكون متعهدا فرعيا. فانطلقت الرحلة إلى عدن، ومعها انطلقت الشركة إلى عهد جديد ونجاح أكيد. عندما حصلت الشركة على العقد الخاص بمشروع عدن 1952 والذي يقضي بإنشاء مصفات ضخمة للبترول، كانت القيم الشخصية لأصحاب الشركة وخبرتهم المهنية ومعرفتهم للاتجاه الذي يسيرون فيه والهدف الذي يسعون إليه قد أصبحت راسخة وقوية. هناك في عدن حيث تولى سعيد خوري تنفيذ المشروع على الأرض، بدأ يتشكل ما يمكن تسميته بمجتمع CCC أو عائلة CCC. فقد تطلبت ضخامة المشروع استخدام عدد كبير من العمال والموظفين والمهندسين، بلغ مجموعهم ما يقارب 1,000.
يعني حوالي 300 منهم قد أرسلوا من لبنان من اختصاصات مختلفة، بينهم 30 مهندساً متخرجاً من الجامعة الأمريكية.